أمريكا البيضاء قد لا تعد بيضاء. تعبير أمريكا البيضاء مش زي دولة روسيا البيضاء، إنما تعبير عن البشرة البيضاء اللي حكمت أمريكا في تقدير البيض. مركز بيو الأمريكي بيقول إن مستقبل أمريكا هيكون الأغلبية من الملونين والسود، مش هتكون أمريكا بيضاء. أكتر من نص الشعب مش هيكون من اللون الأبيض الأوروبي المعروف. إنما الكلام الأخطر اللي قالته CNN في تقرير مهم إن التطرف الحزبي بدأ يزداد في البلد. الطبقة الوسطى الأمريكية بتتراجع، الناس العاقلين بيتراجعوا جنب متطرفين في الحزب الديمقراطي، متطرفين في الحزب الجمهوري بدون طبقة وسطى عاقلة. المرشحين في هذه الانتخابات عكس كل المرات السابقة مختلفين في كل شيء، في كل شيء تقريبا. ففي انقسام فكري في أمريكا، في الديمقراطي وفي الجمهوري وبين المرشحين وفي الألوان. ومستقبل أمريكا مش بس أنها دولة غير بيضاء بتعبير مركز بيو الأمريكي، إنما كمان دولة فيها انقسام حاد لم يحدث من قبل طيلة العصر الحديث. ده معناه إن الهندسة السياسية اللي خضعت ليها أمريكا وحمتها كقوة عظمى لعقود طويلة قد أصبحت في خطر. حافظ الله الجيش، حافظ الله مصر. يا من يفكر في صمت ويتركه في البحر، أرفع مرساتي وألقيها، كفاك تلعب دور العاشقين معي وتنتقل. تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية، الطبعة الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المسلماني يحييكم، السلام عليكم. واحد سيناء تتجاوز الإرهاب إلى التنمية. الإرهابيين تصوروا أن احنا هنتعثر في يوميات الإرهاب، تصوروا أن سيناء هتكون مرتع دائم للإرهاب. إنما مصر دلوقتي اللي نجحت نجاح كبير جدا في مقاومة الإرهاب بتؤكد أن التنمية هي الطريق وهي المستقبل. مش هنقعد العمر كله نكافح الإرهاب، الإرهاب إلى زوال والتنمية هي الباقية. الرئيس السيسي قال إن في غضون سنة ونص، يعني في نهاية 2017 تقريبا، هنلاقي إن فيه تنمية متكاملة في سيناء، وإن فيه 10 مليار جنيه وضعوا لذلك الغرض. من المهم جدا ان احنا نكون ماشيين بهذه الخطى الثابتة، يد تبني ويد تحمل السلاح، ابطال في مواجهة الارهاب وابطال في صناعة التنمية. الشؤون المعنوية في القوات المسلحة عملوا فيلم وثائقي قصير عبارة عن رسالة كتبها شهيد قبل استشهاده، هو بيتوقع الشهادة فكتب رسالة الى والده فتم تصويرها، كانت مؤثرة للغاية، بتعبر عن البطولة العظيمة اللي فيها أبطالنا في سيناء الغالية. إلى أبويا الغالي وحبيبي وأحلى أب في الدنيا، أنا آسف علشان ما عرفتكش إني في رفح وقاتل في سبيل الله، بس أنا ما قلتلكش علشان خايف عليك وعلى صحتك. والله أنا سعيد جدا، كل حاجة في المكان ده جميلة ومباركة، هي سينا كده وحضرتك عارف. ولو أنا استشهد، أنا عايزك يا أبويا تتأكد إني هكون في مكان جميل وسعيد إن شاء الله مع الشهداء والأنبياء والصالحين. يا رب ربنا يملأ قلبك بالصبر والإيمان، وإن إن شاء الله في جنات رب العالمين الكريم الرحيم. ابنك محمد المعتز رشاد. We'll be right back.
2 الحكومة ومركز الدكتور مجدي يعقوب. في مؤسسة الدكتور مجدي يعقوب تتبعها أو يتبعها مركز مجدي يعقوب لجراحات القلب في أسوان، وكان اختيار عظيم من الدكتور مجدي يعقوب الجراح العالمي أن يروح أسوان، ذلك البلد الرائع والذي لا مثيل له أنه يعمل فيه مركز القلب العالمي. لكن الصحف بتتكلم مؤخرا أن وزارة التعليم العالي عبر جامعة أسوان تريد الاستيلاء على هذا المركز وضمه إلى التعليم العالي وإلى جامعة أسوان. الفكرة اللي عند الحكومة أن ده يكون مستقل ماليا وإداريا لكن يتبع جامعة أسوان. طبعا ده تقدير غير سليم. ليه؟ نمرة واحد، إذا هو المركز هيستمر ليه استقلال مالي وإداري، طب إيه لازمة إن هو ينضم إلى الحكومة وإحنا عارفين تعقيدات الحكومة؟ ليه ينضم إذا هو هيستمر مستقل ماليا وإداريا؟ ثم إن هو أصلا بيتبع مؤسسة خيرية عملاقة، ليه هذه المؤسسة غير الحكومية اللي نجحت نجاح كبير جدا تخلي هذا المركز بهذا المستوى العالمي الرائع، ليه نهد كل ده ونحول المركز العالمي ده إلى جزء من الحكومة؟ بالذات الحكومة بتقول هيستمر عنده استقلال مالي وإداري، طب خليه بقى مستقل زي ما هو، ليه ينضم لجامعة أسوان؟ 2، في حاجة اسمها التعاون. طب يتعاون مركز مجدي يعقوب وهو متعاون جدا مع جامعة زويل في القاهرة، مع مركز المنصورة اللي أسسه الدكتور محمد غنيم، مع مؤسسات كتيرة جدا، طب هم جنبهم في أسوان، الجامعة تتعاون مع مركز، بروتوكول تعاون، لكن مش ضم فيبقى مؤسسة حكومية. نمرة 3، إذا في مركز عالمي بهذا المستوى بقى مع الحكومة، قطعا الحكومة هتهزمه، البيروقراطية ستهزم العالمية. لما يكون حكومة بيروقراطية وإدارة بيروقراطية مع مركز بهذا المستوى العالمي، من المؤكد مين هيغلب التاني؟ العالمية هتغلب البيروقراطية؟ لا، هتنجح البيروقراطية إنها تسحق العالمية ويتراجع مستوى مجدي يعقوب. النقطة اللي بعد كده، ليه ما تبنيش جامعة أسوان بدعم وزارة التعليم العالي مراكز عالمية مماثلة؟ يعني ده مركز عالمي في القلب، الأمراض في مصر كتيرة، طب ما يتعمل مركز طبي آخر لأمراض أخرى موجودة ويكون هذا مركز عالمي بمستوى مركز مجدي يعقوب. لكن إحنا بدل ما نأسس مراكز ناجحة وعالمية، أسهل شيء نشيل اليافطة ونضم اليافطة دي لجامعة أسوان أو لوزارة التعليم العالي، ده استيلاء، ده مش إنجاز ومش إبداع ومش ابتكار ومش إنشاء، إنما استيلاء، حاجة ناجحة موجودة شيل اليافطة وضمها إلى الحكومة ونقول الحكومة عندها مركز عالمي. النقطة اللي بعدها، هفترض حسن النوايا في المسؤولين الحاليين إنهم فعلا مش هيعملوا أي حاجة بخصوص استقلاله المالي والإداري، مين يضمن بعد كده؟ صراع الدكاترة على مين يمسك المركز، وشفنا قبل كده في جامعة القاهرة وجامعات أخرى كان في مراكز عالمية محترمة. لو فاكرين معهد الليزر في جامعة القاهرة أيام عالمة الليزر الدكتورة لطفية النادي، وبعد كده بدأت تخش الوسائط ودخل بعض الأساتذة اللي مش خريجين علوم ولا درسين فيزياء ولا درسين ليزر وبقوا عمداء لمعهد الليزر. فحتى لو ان المسؤولين الحاليين نيتهم سليمة، ايه اللي ضمننا النوايا القادمة تحافظ على هذا المركز؟ النقطة اللي بعدها، مركز مجدي يعقوب بالمجان لكل المصريين. انا زرته قبل كده وقابلت هناك دكتور مجدي يعقوب غلابة كتير جدا من كل مكان موجودين واعلى مستوى في العالم. بعد ثورة يناير حصلت مظاهرات لإسقاط مجدي يعقوب، تخيل إن الناس هناك، مش الناس طبعا، الناس كلهم بيعشقوا مركز مجدي يعقوب، إنما جامعات متطرفة وناس عندهم غرض في الجامعة إنهم يكونوا في هذا المركز، فطلعوا بعد ثورة يناير كأن الثورة قامت لإسقاط مجدي يعقوب، وعملوا مظاهرات هناك علشان متطرفين أو ناس طموحة ياخدوا هذا المركز
ويبقوا قيادات لعميد أو نائب عميد أو رئيس قسم أو ما إلى ذلك. الحمد لله عدت هذه المحنة ولم يسقط المركز قبل كده. اللي بيسعوا دلوقتي علشان يضموه للحكومة حتى لو نواياهم جيدة لا نضمن النوايا القادمة، وزي ما قلت لحضراتكم إذا العالمية مع البيروقراطية إذا هما الاثنين في سياق واحد قطعا ستهزم البيروقراطية العالمية. لا لضم مركز مجدي يعقوب إلى وزارة التعليم العالي أو إلى جامعة أسوان. ثلاثة، قرية بدون فيروس سي. تكلمنا امبارح على الجهد الكبير جدا لصندوق تحيا مصر في مقاومة ومكافحة فيروس سي، ويمكن بنضيف طبعا ان الناس الشباب بالذات اللي عندهم فيروس سي لما يجوا يسافروا بره ما بيقدروش يسافروا ولا ياخدوا عقود عمل نتيجة اصابتهم بفيروس سي، فيبقى مرض وكمان مفيش امكانية للعمل. هذا المشروع العظيم الحقيقة والاستثنائي ان مصر تكون في المستقبل بدون فيروس سي هو مشروع في منتهى الأهمية الاستراتيجية. ولجنة اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية قالت ان بعد العلاج مريض فيروس سي بعد ما يتماثل تماما للعلاج نسب الشفاء مرتفعة جدا بياخد شهادة موثقة فيقدر يسافر المكان اللي عايز يسافره أو يشتغل في الوظيفة اللي عايز يشتغل فيها اللي كان ممنوع من الالتحاق بيها أو السفر إليها لما كان عنده فيروس سي. بجدد دعوة السادة المرضى اللي هم في محيط مركز بسيون محافظة الغربية إن هم يروحوا إلى قرية صبرتنا أو يسجلوا أسمائهم هناك، مركز بسيون محافظة الغربية يوم الخميس 17 مارس، مؤسسة الشيخ المستمان الخيرية بالتعاون مع مستشفى الكبد المصري برئاسة الدكتور جمال شيحة في إطار مشروع قرية بدون فيروس سي. أربعة، ما الذي يجري في تركيا؟ واحد، حرية الصحافة. تكلمنا قبل كده إن أكبر جورنال بيوزع قد كل صحف مصر كلها تقريبا 700 ألف نسخة اللي هو جورنال زمان، وقلنا ده كان جورنال معارض. أردوغان بعت الشرطة خدوا مقر الجورنال والشرطة هي بتكتب منشطات الجريدة في اليوم التالي. ففي طبعة ألمانية زمان ألمانيا، صحيفة بقى زمان ألمانيا اللي هي تمثل فكر صحيفة زمان التركية اللي تأممت وأخدها أردوغان، أعلنت أنها هتكمل يوميا من ألمانيا. أول يوم في 15 ألف اشتراك، ده معناه أن هذا الجورنال هيواصل من أوروبا في المعركة ضد أردوغان. لما نعرف ان هذا الجورنال لا هو علماني ولا هو متطرف فكريا في مواجهة الاسلام ولا اي شيء، ده قريب من رجل دين فتح الله جولان. فتخيل بقى صراع التنظيم الدولي مع رجل دين اللي هو فتح الله جولان بهذه الحدة بيقفل له كل شيء. تخيل بقى صراعه مع التيارات الاخرى يكون ازاي، لان كتير بيعتقدوا ان بعض الناس المتصارعة على خلفية إسلامية هم ناس صادقين أو ناس مخلصين، ده هم مع بعض أول ما يقعوا في بعض، طبعا مش كلهم إنما أغلب اللي موجودين في الساحة بيكونوا بعضهم لبعض عدو ويكرهون أن تخرج كلمة الله إلا من أفواههم. وأدي أردوغان اللي بيقول أنه إسلامي بيضرب فتح الله جولا في كل شيء بما فيه الاستيلاء على الصحيفة الكبرى زمان في إطار ما يقول أنه صراع إسلامي لكنه مع طيار إسلامي آخر. اتنين، في تركيا، تركيا وإيران. في بعض المثقفين في دول الخليج العربي بيرهنوا أن تركيا هتقف معاهم أو تقف معانا كلنا في مواجهة النفوذ الإيراني المتزايد في المنطقة واللي هدفه أن يشق الأمة العربية مذهبيا ودينيا. إنما بنلاقي إن أردوغان بعد ما يروح إلى الرياض ويقول كلام مهم والناس كلها تثق إن أردوغان هيكون في مواجهة إيران، نبص إلى أردوغان تاني يوم مع إيران مع مصلحته. رئيس الوزراء أحمد داود أغلو زار إيران، في بقى مغردين على تويتر في السعودية دول الخليج كما كتب موقع سكاي نيوز
دول قالوا إن الشباب فقد ثقته في إن أردوغان يكون مع الصف العربي في مواجهة إيران، أردوغان بتاع مصلحته. نمرة 3 في تركيا، تركيا واللاجئين. موضوع اللاجئين بقى عامل توتر وقلق كبير جدا في أوروبا. 2000 لاجئ كل يوم بيصلوا إلى أوروبا، 1.5 مليون طالبين اللجوء السياسي إلى أوروبا. هؤلاء أعداد كبيرة جدا، أوروبا مش قادرة حسب كلامها تستوعب هذه الأعداد، بتحمل تركيا المسؤولية. النهاردة في قمة بين تركيا وأوروبا، فأردوغان بيقول أنه عايز 20 مليار دولار مقابل ما يوديش حد من اللاجئين إلى أوروبا، بس ياخد 20 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي. لكن هو قبل كده وعد ب3 مليار دولار من بروكسل الاتحاد الأوروبي، ما أخدهمش. النهاردة طالب بتلاتة تانيين ما أعتقدش هياخدهم. هدفه 20 مليار دولار علشان يقدر يساعد اللاجئين في بلاده. منتهى اللخبطة وقعنا فيها أردوغان في مجمل المنطقة ومجمل السياسات. إذن صحيفة بتغلق وتصادر، وإذن إيران قريبة جدا من تركيا وتركيا تذهب إلى طهران بقدميها، وإذن أيضا فإن تركيا تلعب بورقة اللاجئين. 5 جامعة الزيتونة عند مفترق الطرق. كلنا متابعين الإرهاب اللي موجود إلى جوار تونس أو بين تونس وبين ليبيا، وتابعنا تنظيم داعش اللي حاول ياخد منطقة من تونس، وإن هذه المنطقة تكون أرض لداعش تونس، لكن تكون أرض مش عملية ويجروا، إنما يكونوا موجودين على الأرض، تبقى داعش تونس مساحة من الأرض، وبعدين بقى ياخد مدينة تانية، قرية تانية، يقعد بقى زي ما عمل في سوريا والعراق. لكن السلطة التونسية كانت قوية وقدرت تواجه هذا الأمر، لكن طبعا الأمر برضو كله كر وفر. هتحاول داعش مرة تانية وتالتة ورابعة إنها تعمل أي حاجة على الأرض جغرافيا، تسيطر على فدان، 10 فدادين، 100 فد، أي مساحة تاخدها ترفع العلم، تلاقي بقى العربيات 4x4 موجودة، وفجأة تلاقي داعش لها مساحة موجودة في تونس، فيبقى لها مساحة في ليبيا وفي تونس، والجماعة بتوع بوكو حرام والجماعة بتوع القاعدة والجماعة بتوع كذا، فنلاقي كلها عبارة عن مناطق بتتاخد من السيادة الوطنية لبداية التوسع على حساب الدولة الوطنية. احنا في أمس الحاجة إلى رسالة الاعتدال. تونس لها تاريخ عظيم من الاعتدال، بيمثله جامع الزيتونة وجامعة الزيتونة. جامع الزيتونة من أقدم مساجد العالم الإسلامي، وليه مكان عظيم اتخرج منه ابن خلدون رائد ومؤسس علم الاجتماع، تخرج منه الشيخ محمد الخضر حسين الإمام الأكبر شيخ الأزهر. يمكن بعض حضراتكم يعرفش إن شيخ الأزهر الشيخ محمد الخضر حسين هو تونسي وليس مصري. اتخرج الشيخ عبد الحميد بن باديس من أكبر علماء العالم الإسلامي ورئيس جمعية العلماء في الجزائر، اتخرج رئيس الجزائري الهواري بومدين. اتخرج الشاعر الكبير أبو القاسم الشابي. شخصيات كتيرة مهمة اتخرجت من جامع الزيتونة اللي هو من أروع مساجد العالم، وليه تاريخ عظيم في تدريس الفقه والشريعة باعتدال واستنارة. جامع الزيتونة من ركائز الإسلام الحضاري عبر التاريخ. زيتونة أول وأقدم جامع في العالم الإسلامي، وضعت أولى أحجار أساسه في عام 79 من الهجرة، وتم إتمام عمارته في 116 هجريا، ويعد ثاني الجوامع التي أقيمت بإفريقيا بعد جامع عقبة بن نافع بالقيروان. اختلفت الروايات حول تحديد من قام ببنائه، ولكن لم يختلف أحد على كم أفاد العالم الإسلامي. اعتبره المفكر الإسلامي شكيب أرسلان من أكبر حصون اللغة العربية والشريعة الإسلامية. تخرج في جامعته المؤرخ ابن خلدون وابن عرفة والتيجاني والشاعر التونسي المعروف أبو القاسم الشابي والرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين. عرف الجامع نكسة كبرى عندما دخله الجيش الإسباني في صيف عام 1573، واستولوا على مخطوطاته ونقلوا عددا منها إلى إسبانيا وإلى مكتبة البابا.
لقد كان جامع الزيتون الصف الأمامي على خط المواجهة مع العدو، إذ أجج شعلة الجهاد ضد الفرنسيين فور احتلالهم تونس عام 1881. حركات الإسلام السياسي المتطرفة منهجها واحد، زي ما حاولوا هنا في الأزهر الشريف حاجتين، إنهم يسيطروا على الأزهر الشريف عبر الجماعات المتطرفة فياخدوا الأزهر في سكة التطرف. برضو بيحاولوا مع جامع وجامعة الزيتونة اللي لهم تاريخ زي الأزهر بالضبط من الاعتدال والوسطية والعقلانية والانفتاح ومقاومة الاستعمار والوطنية الأصيلة، ده تاريخ جامع الزيتونة. إنما في جماعات متطرفة قريبة من السلطة في وقت سابق أو تحاول الوصول الآن أو في المستقبل إن هم ياخدوا جامع الزيتونة وجامعة الزيتونة. في آخرين بقى اللي هم داعش دول عايزين بقى يكتسحوا الكل، بما في حتى المتطرفين اللي بيتخانقوا على جامع الزيتونة. علشان نقدر الخريطة، الجامع الأزهر وجامعة الأزهر ومشيخة الأزهر ديت قائدة حركة الإسلام الحضاري في العالم كله وعبر التاريخ. إنما في مراكز قوية جداً إلى جانب الأزهر الشريف، منها جامع الزيتونة زي ما قلنا اللي خرج ابن خلدون، ومنها القرويين في المملكة المغربية، الجامع الأموي في دمشق، كمان جامع باريس يضاف إلى ذلك الذي تأسس في القرن العشرين والمنبر بتاعه إهداء من مصر في عهد الملك فؤاد الأول. فجامع باريس أكبر جامع في أوروبا بيمشي على نهج الأزهر في الاعتدال والوسطية، وفي 5 مليون مسلم في فرنسا. القرويين وزي ما قلنا جامع الزيتونة، الجامع الأموي، كل ديت إضاءات عظيمة جنب الإضاءة الكبرى اللي هي الأزهر الشريف. لما يتساقط أو تتساقط منارة تلو الأخرى تحت التطرف، ده معناه إن إحنا كلنا كأمة هنكون في خطر أكتر وأكتر. علشان كده المتطرفين بيحاولوا في تونس يلغوا تراث الوسطية والاعتدال والمدرسة الأزهرية العامة، ويحاول الاستيلاء على الإمامة في جامع الزيتونة وعلى توجيه الإسلام المعتدل إلى تشدد في مجمل الدولة التونسية. دي مش معركة على إمامة صلاة ولا خطبة جمعة، إنما معركة على المستقبل. مين هينتصر؟ المعتدلون الحضاريون ولا المتطرفين المتخلفين الذين يريدون إفساد الأمة وإفساد مستقبلها؟ وفاصل ونكمل.